مديرية الأمن العام في العام 2020 إنجازات فاقت التوقعات. أشكركم جميعاً على جهودكم خلال السنة من كورونا، من نجاحكم بالنسبة للانتخابات، وأنا كثير مبسوط أيضاً بالنسبة لدور الدمج بين المؤسسات المختلفة. لما عندنا نشامة زيكم أنا متأكد 100% راح نطلع من الأزمة، فكل شكر والتقدير يا أخوان. شباب أنا فخور فيكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل الدعم دائماً، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنشوفكم بالميدان، وتحياتي للجميع. مديرية الأمن العام وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى يتسلمه عطوفة مدير الأمن العام، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة لكوادر الأمن العام خلال جائحة كورونا والتنسيق المستمر مع خلية الأزمة الرئيسية والحفاظ على سلامة المواطنين. في فئة أفضل مبادرة تجربة تطويرية حكومية، خدمة الترخيص المتنقل من مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية. افتتاح مركز الابتكار والتطوير، فالقومية الريادية حاضرة للأفكار الإبداعية والابتكارية. واجبات أمنية مكثفة وتناغم في المهام والأدوار بين جميع مكونات مديرية الأمن العام. حملات أمنية مكثفة ومداهمات لأصحاب السوابق وفارضي الأتوات وتجار المخدرات وفرض سيادة القانون. خطة أمنية محكمة لسير العملية الانتخابية. إطلاق مشروع المركز الأمني المتكامل. خطة إدارية وتنظيمية لدمج الوحدات. مشاريع تنموية لتخضير الأراضي الزراعية. تطوير الأعلام وإطلاق مبادرات مجتمعية توعوية لخدمة المجتمع. عام على الدمج.